عن الناس اللي في قصر المؤتمرات ترك ولا قصر المؤامرات تركاتية يحاوروا عنهم للأسف الشديد عنهم لا يحاولوا دخلوا بريطانيا في غيبوبه، وعن الحقن درجة من ذي قالوا مثلا درجة من ذي قالوا الانبطاح والانهزام، بحيث عن في محدين عادوا يطالبوا بعدة مموريات في محدين يطالبوا ملكية قاع، وهذا الشيء خطير جدا من ساعة لعود المواطن تفكير لهم، معناها عن البلد عاد في خطر كبير، ومعناها عنها عاد محتاجة لولادة كاملة مثقفين كاملة وصحافة كاملة ياك تتكلم. على كل حال حتى الوزير من راسه اليوم قال عن المأموريات دخيلة على الشعب الموريتاني، كيف شي عنا ما احنا كاملين دخيلة، احنا كنا البلاد السائبة وكنا المنكب البرزخي وإذا كامل دخيل علينا من عند الرئيس قاوق دخيل، إذا معناها عن ما في مشي أكبر من قدوة غير مولي، نحن نحاول عن نعود دولة ديمقراطية، نحاول عن دولة تمشي، وبالتالي ظهر لي مولانا عن الواحد في ركعت في قسم المؤتمرات قالوا العبث، وقد أحسن المعارضة بجميع أطياف اللي حاولت عنها تقاطع دي العملية العبثية. بالنسبة لي فما روايات مولي جاوا عليهم قضية تغيير النشيد الوطني وقضية تغيير اللي قالوا العلم، وكأن مشاكل البلد كاملة عادت لا النشيد من التعليم المدهور والصحة المدهورة، ولمن مثلا قلت الأمن والمشاكل والبطالة كأن ذا كامل عاد لا قد النشيد هو مشكلتنا والله العلم هو مشكلتنا. الله علم مولانا عنا قاعدين نغير النشيد ونغير العلم، نغير قاع موريتانيا اسمها موريتانيا اسمها مترقى حد، نغير الخريطة مولي الخريطة فيها فما تعوجاج ما يعطي عدلهم سقم مولي والله نعدلوه كروية ولا متغير، ولكن اللي رقاجي فكرته ويعطن لا نغيروهم اللي قاع فما تي فيها بطحة فما هم ممكن يعطي رقاج عدل الله خريطة مسقمة ماشي شي لا سقم والله عدل يقلب سروال بول، مهم يعني يخلق التغيير ما فما تي شي أكبر من قدو كل شي قد رقاج يجي عليه، ولا يعود ما تغيروا قاع لباسنا ونغيروا عادات ونغيروا كل شيء، لا يتعقب نعود قالوا تغيير كل شيء مية تغيير مية تغيير النشيد. إذا هذو الرموز وهذو الثوابت يعني تمد تعرف عن هذا ما هو شغلة مدها ما تفكر في عنها تبني بلد، ولا هي شغلة مدة تفكر على عنها مدها ما تعود عندها دولة حقيقية. مدة مازال فيها الشباب، هذا النوع من الشباب اللي يقول بتجديد المأموريات واللي يقول بالملكية يعطي رقاش عند الراس بعد قاع ينصحوا والله يحوز عليه يتعامل معاه معامله متينه به اللي فمات اياها اسس تقوم عليهم الدوله، اللي ما تقوم عليه الدوله ما يقد شيء يصلح نهائيا. نصيحه مني للسيد الرئيس، وهذه النصيحه الشاعر موريتاني قط قالها سابق يعني، وقال هذيك الساعه كان الانقلاب على ولا الطائع، والله اللي مولانا عنها وارد دارك به اللي ظهر لي مولانا عن السيد الرئيس فما حدين لا يدهروا الروايات ما هي واضحه ان انتم ماشيين للمشيدهم. يقول له حذاري من تأييدنا أن يخدعك فمعه كنا وها نحن معك وخلفه سرنا كقطعان الدمى ولم نفكر لحظة أن نتبعك، بل أنت من كان يسوقنا له تهز صوتك لنا ومدفعك، وحين حتى أنت عن وداده وصار مربع الملال مربعك، حدنا فنحن لا يدوم ودنا عسى الذي أذله أن يرفعك كما دفعناه إلى ملكه إلى هلاكه ثم تعود قبل أن نودعك، إياك أن تغتر باندفاعنا، إياك أن تغتر باندفاعنا، إياك حاذر منه أن يشجعك أرض النفاق، هذه ما سلمت لك المقاليد إلا لتصرعك، لا تأمن الكفة التي قد صفقت فهي حرية غدا أن تصفعك، وقل له وقل لنفسك إذا أراد ربك به أن يجمعك بعدا لشعب لا تدري به من كان ضدك ومن كان معك. وهي نصيحة حقيقية اللي عيطوا لك بالملكية واللي عيطوا مموريا ثالثة ومنفسهم اللي عيطوا ذيك الساعة لسيدو للشيخ عبد الله وعلقوا المعاوي وعيطوا ذا كامل، ونفس الوجوه اللي شاخت مع حزب الشعب ومع هيدال وهياكل تهذيب الجماهير. منع عن السيد الرئيس يقعد فماتي نصيحة لك ونصيحة للجميع، موريتانيا محتاجة للتغيير محتاجة للبناء، ما هي محتاجة المأموريات ولا ملكية، ولا تسمع كلام شم الناس للأسف الشديد ما نعرف هدفهم بالضبط غير نعرف عنهم قطعا هدفهم ما هو مصلحة موريتانيا بي لحد هدفه مصلحة موريتانيا، ما يحاول الركاتيها عنه يحالف شي من المسائل الثانوية في حوار مفروض يبرع عنه يعود حوار حقيقي
رغم عن إيمان بالحوار عنه أنا بعد شخصيا وعنه لا نوع من مثلا تفراغ الوقت وتفراغ الفضة بالله ما شاء الله هم جبروا ياسم الوايد الحسين اللي قدموا لها لا يتم مواصل في الحوار وسمعت عنهم اللي مدوه إلى يوم الثلاثاء الجاي إياك الناس تنزاد في ذاك اللي كانت واحلة فيه. على كل حال هذا حوار الطرشان راه اللي مولانا عنه ليس من مصلحة البلد نهائيا ولا يرتقى يبدأ فيه، وهذه نصيحة. والناس اللي تغيير العلم أنا وصلت رسالة من الأستاذ عبد الله شعر مختار قال عنه قائد حملة من أجل المحافظة على العلم الوطني عنه ما يختار ويغير بالطريقة به اللي قطع عن داره لفهم خطين حمر ولا اقتراح الحزب الحاكم خطين حمر كيف رودر أيش قال له رواية اللي يديروا العليات وكيف هم اللي أنا عبارة كانوا نعمل تحمار العين في الناس اللي ما شاركت الحمار بعد ما هو ما راه اللي مولانا عنه من الألوان المحببة دائما به اللي ما هم الألوان اللي مثلا يرمزوا الباطل السلام ويرمزوا للجمهورية. على كل حال بالنسبة للنشيد الوطني الله اللي ملاعن لأنه من التغييرات ما هو أولوية في الوقت الحاضر، فما ياسم الأولويات أخرى كنا نقدر نحلو فيهم ما هو تغيير النشيد الوطني ولا هو محاولة تغيير مثلا العلم، فهمت؟ ونين يخلق قصة التغيير يعطيهم يغيروا قاعدة كامل، غيروا النشيد وغيروا العلم وغيروا اسم الدولة وغيروا الخريطة ثم ولا غيروا قاع الرئيس بروكوبا ثم ولا غيروا هو رجاج ثم يبدأ التغيير ما تتحكم في ذاك اللي لا يتحكم فيه ولا راه اللي مولانا عن خارج من اللي شمل الرواقي ذل من الرواقي لا يتحكم مصير بلد كامل كأنه هي اللي مخولة عنها الصبح قاع إلى مشيت ثم ولا يجي من الداخل وتقول على العدد ثم ما هو صالح لعود ما ثم ثوابت ولا ثم دستور ثابت معناه على اللي يخلق كامل ثم قاع غيرتوه بيكون ثم الحزب الحاكم الصبح إذا جات متأخرة بطريقة لا جات بها ما نعرف شنو هي اللي ما فهمت ياتها ثوابت للخروج والدخول لا تقول زادي يعني لا يتغير كامل تغير النشيد وتغير العلم وتغير الدولة وأنتم نعيش في تغيير بالتالي الله اللي مولانا عن ذا يفكر فيه والله اللي مولانا عن ذاك النوع من الناس اللي حاول عنه يتملق زيادة على اللزوم سواء بمطالب بمأموريات ومطالب بمملكة عنه يرتو قصف شوي به اللي ذاك من الفراط كامل ما يتواسف والله اللي مولانا عن التاريخ يسجل بالتالي معناه عنه الصبح لا يتغير النظام لا يسجل التاريخ ذاك معناه مات لحد لا يوثقف ذاك الله تقوله. إذا على كل حال نحن الليلة كيف تقول مضيفتنا فنانة ما زالت تنتظر الأستاذ جيش المحمد وهو الله يخبط لها وقالت عنها تختير الليلة تركز عليهم قالوا المديح النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا دع شيء جميل جدا به الليلة ليلة الجمعة والمديح مولي الله وشبه اللي جورى الحوار اللي حد يتم يتلب المديح النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي ملاعني قد قرقاش قالوا والله الرواية اللي قال الحوار كانت قد قالوا لما زال المديح ما قد قالوا لا هي نبدأهم بقصيدة مديحية دائما نحكيك انتو قصيدة زينة لخال لخال تجي الفنانة وتجز طبعا ما فات جزت هي قصيدة الشاعر العراقي قال له عباس الجنابي يقول نحبك إن الحب آيتك الكبرى نحبك إن الحب آيتك الكبرى هزمت به الطاغوت والبغي والكفرى وأعليته شأنا وزودتنا به فصار لنا نهجا وصرنا به فخرا ومن داجيات الشرك والجهل سيدي طلعت به للناس قاطبة فجرا وأشرقت بدرا قد توضأ بالسنا فلم نرى بدرا قبله نور البدرا نحبك في الحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا سددنا به أرواحنا وقلوبنا وكالننا في كل ملحمة أزرا زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرا ألنا عصيات العقول بآيه فما جحدت من بعد إيمانها أمرا وجادت ولم تحفل بدنيا غرورة ومن رزق التوحيد لم يأبه العمرة حملنا به للناس منك رسالة مددنا بها للفتح أضلاعنا جسرا وصلنا حدود الصين في كل موطئ يعانقنا نصر فنتبعه نصرا وما تعبت يوما سرايا جهادنا إذا اقتحمت برا وإن ركبت بحرا فسل تونس الخضراء
زيتون عرضها وسل قيروان الفاتحين وسل مصر أليس بحد الحب رقت قلوبها فجاءت إلى الإسلام أفواجها تترى وليس بحد السيف فالسيف آلة إذا عافها الإيمان أدمنت الشر وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا ولا تطعنوا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فإنك للأخلاق سيدها طرا عجيب هو الحب الذي جئتنا به وأعجب ما فيه سماحته حصرا فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى نحبك أيوة الله نحبك أيوة الله نبض قلوبنا يردد طه والعليم بها أدرى فحبك في الأولى ينير طريقنا وحبك في الأخرى يجنبنا سقرا وحبك في الدارين خير ونعمة ونحن به أولى ونحن به أحرى إليك أبا الزهراء إليك أبا الزهراء هاجر خافقي فحبك في الأحشاء أوقدها جمرا يحاصرني أن اتجهت يحوطني ويعصرني عصرا فأنظمه شعرا وأسكبه شهدا وفي الشهد حكمة متى لاقه المعلول من دائه يبرى أما والذي أعطى فأرضى نبيه وعند اشتداد الخطب ألهمه الصبر جرى حب طه في القلوب تدفقا وما زال فياضا ومن قطع المجرى فما كان فظا أو غليظا فؤاده ولا حاملا غلا ولا مانعا خيرا ولا قابلا جارا يبيت على الطوى ولا طالبا إذ راح يطعمه أجرا ولا كانزا مالا ولا غائلا يدا ولا ناكثا عهدا ولا فاضحا سرا ولا سائلا إلا الذي فلق النوى ولا طائعا إلا لخالقه أمرا بنى دولة فوق الحصير مهيبة ولم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا هما الوحي والإسراء فيه خصاصة فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى نحبك إن الحب آيتك الكبرى ومنها شنا في الحق آيتك الأخرى. إذن هذه مديحية جميلة جدا للدكتور عباس الجنابي. نرجع للموضوع بالنسبة للفنانة مزاد في انتظار العازف. إذن نرجع لقضيتنا الأساسية الليلة اللي هي قضية الحوار المنانة اللي نبدو فيه من هنا جيية. أنا رأى اللي ملانة عن هذه اللحظة التاريخية موريتانيا محتاجة لياسر من أولادها الصادقين معها ومعلاتها وتعيش منعرج خطير جدا يارت الجميع من إعلاميين ومن الصحافة ومن مدونين ومن مثقفين ومن الشعب العادي مواطن عادي يوقف ضد أي محاولة تغيير للدستور يقف ضد أي محاولة تغيير لأي رمز مرموز به واللي ما هو من مطروح حوار وخارج طلع قبيل شفت رقاش كاتبها زينة حتى تلخص الوضعية العامة لقضية الحوار والله اللي ملان عن تمثل ياسر من نسبة من الناس اللي هون يقول الطبيب معيط والقراي مزيط والشاعر مخيط وفمه والصحافي والدنيا تميط كاملها بالسافي وجينا كل نهار لأن هذا النظام الحافي يقول إن حوار حوار فيافي إذا معناها عن هذا غالي من الصحافة العاد مخيطين فهم في واحدين ما مخيطين اللهم إلى أنا قد اقترحت على قناة سنقيط الواو الأولى عنها اللي يتعدلها دير ريدو لعل تشوفني الهبابي اللي وعطى مارتي تم دير ريدو هنا تيها هياك الهبا ما يفطوننا مرة ثانية وحد يتم حجب لعل تعقب يحجل لها عنها يارت تم تخيط الفام بي اللي هذا هو عصر خياطة الفام كاملة وبالتالي ظالم ولا عن القاش يدير ريدو الله روايات ما تم هيش بالنسبة للنشيد الوطني واللي الله اللي مولانا عن تغيير في المرحلة هذه نوع من الرفاهية ذا نوع من الأمور يبحث دولة فاتعات تخطات ياس من المشاكل ما هو دولة صحتها متدهورة لهذه الدرجة ما هو دولة راعي افتتاح المدارس الله يستر على التعليم تعليم للأسف التعليم للأسف الشديد يعيش أسوأ فترة قط شهيدة موريتانيا بذلين قالوا مجال التعليم
بالنسبة لكل اني تتخرص البطالة ما هناتيها الشباب هم يكوسوا كان اليوم على نحن واحد نمشي من الرفاهية نغيروا نشيد وطني ولا نغيروا كلمات ولا نغيروا علم نديروا فيه خطوط حمر الى خطوط صفر الى ونعدلوا به نشي من العبث اذا هو هذا اللي مولانا عنه ما هو اولوية لك. والرئيس العاد كان هم حوار حقيقي قبل يجمع جميع اطراف المعارضه وجميع التجليات ويقعدوا وياك عود فماتي مصارحه وعود فم كل شيء وحاول عنه ينفذ لهم الى عاد فماتي عندهم مطالب ينفذ وياك تعود فم معارضه حقيقيه ما هو معارضه بديله والله ما نعرف المعارضه اللي هي اللي مثلا في قصر المؤتمرات تحاور الايام اللي هم الله اللي ملا عنها لا تمثل المعارضه ولا هي قريب منها ودائما نكررها ونقولها عن هذه اللحظة حرجة في تاريخ موريتانيا لحظة من لحظات التاريخ سيشهد من تكلم ومن سكت وسيكتب التاريخ عن من تكلم ومن سكت والله اللي مولانا عن البلد محتاج لأولادها كاملين ياك يتكلموا ياك يقولوا لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا عنه يعجبون الرجل يقول يعجبون الرجل إذا سيم الخسف أن يقول لا بملء فيه والله اللي مولانا على العيش ونحن وركته هو أكبر ظلم وأكبر فسخ مثلا خاص بمادة تعيش عدالة ما هي خالقة وتعيش بذا التدور له والله اللي مولانا عن كلمة لا هي المناسبة وركتها إذا أحبة الكرام لا تقبوا فاصل جهية والله مواصل لا تقبوا فاصل قبوا فاصل وتولى لا جهية ما عندي مشكلة أنا لا زين عندكم أنا ماني بكنترول اللي أقفوا فاصلكم وتولى هي جاهزة هو شيء البنان ما تقفوا فاصل أنا ما عندي مشكلة قول اللي أحقق لاقيهم لا عود في ياسمكم السيو هم اللي وهذا وعن بعد في الأخير بعد الحوار قاع اللي تحدي خرصوا وما ينقصوا بعض وما ينقصوا بعض تالي حد يخليه عنه إذا ضيفت الفنانة الأستاذة خديجة تشحال كيك الباسري ياك الخير ياك ما شاك شيء أولا تية اختيروك تعرفي راسك على الجمهور الكريم اللي يستنتك من هي خديجة باختصار خديجة من تسوير فنانة من المملكة المغربية رائع جدا ذا الاسم يبدو أنه مولاته ما هي من أسرة فنية صح؟ والله وكيف اقتحمتي المجال وانتي من عادة يعود هاي سبحان الله غيث المدح وزيان عندي كنت أحسن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سابعة سفاة انتي من عن اختصاصك النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الأكثر فيه هو اختصار بروجكترات قال لي يعمون الله اللي ما عيد الردو إذا أستاذة خديجة أنت بالنسبة لك أكيد اقتحمتي المجال وأنت مالك من أسرة فنية وكان اختصاصك من دركان فماتيا كانوا قدوة بالنسبة لك فنانين موريتانيين والله عرب قدوة لك في المجال اللي تصنتي متأثرت بهم والله بفنانين كاملين سبحان الله يطربون لكن المدحة بصفة خاصة الفنانين كان في يقولوا له اني سياني صالقاني علم بالو سياني لقاني بألاس موسيقية سياني لقاني اللي على الطبل يا غارب بصفة خاصة عليه الصلاة والسلام إذا خلينا نبدو الديركتور لأن شكر الأستاذ الجيش اللي ركت فيها معنا متواجد معنا وركت واللي يعني العزيز ورك الجيش محمد خلينا صلنا نبدو إن شاء الله تعالى وتشوف كانك قد تعطي مديحة للجمهور الكريم وأنا بعد راني داخل أنا من الأضواء العينية ما تدري إيش ها
أنا نعرف لا رد ويختي ما يرى في أحد ولا الرأي في عدم فرصي نواكد. فضلي أستاذ نبدو خديجة إن شاء الله وخرسيك المديحة اللي تبدو بها شيء إن شاء الله. نشكر بعد في البداية الجيش والبادو ونشكر الفنانة اللي على آلة الطبل ونشكر أم اللي أهلنا أنه بالخصوص فنانة القديرة طاهرة بنت محمد النانا ونشكرك أنت طبعا. شكرا جزيلا بارك الله فيك. اسمح لي عني لا لا أخرت شكرك أنت ما نفهم أحد وأخر رحبتي فيك شكرا لا والله عود القاشي الجمهور راضي عني توفاك وشكرا يعني أنا شخصيا ما نتقابل شكرا ولي واسكي مكرم عربي اللي يا أطي خلق روحه واللوحة قرا لما برد الكتباب يسكي إلا مكون الإكوان ما خلق شي قام ساوي أبات يوم العرب نمتان أداش وطل وطل وقبيل أرى تدبب القزية كيل أبو قصي النأزي أدى الله يغش وتعادنا نسكي بك رزقي النور أقبي أبد المنطلب رأيك فيكم حدي قدينا أداما من مرك الصبحان اخلق واطس واحمد عرب رقت نطفة بدري التمام اسكي وظهر دم نور علي تخير بمنات الأربان أتر منهم نصر ولي من تواب يا سعد زمان هو حابي وضعت تطفل مثل ما كان نسي كاب الدار تخلي ابنا نخلق طاح ونصر أما نشدة نور وتضاوي ذنب من الناس حزنتان أضاح ما أرفع عربي من الكيهان شعر وأرشت واسر أذان بيا تنجع علي خيرته كيف النظرة في نواصي وقت عادي روزي تقدم قالت لقوت وفرقوبي أمر نولي لا سبحان إبريل النور عديدي ولا في منين الليل ظلام سماوات الشمس دخل حجوبات السبحان شاف اللوحة عرق الليلي عرفوا عنه مصالحتان الله كبر كرشوهي لحق الفريضة ميتان واللي صلى ركعة الزين صوم واللي لحقوا عام وأسى شر سلولي عندك يا سبحان ناظر في ليل نجيب أنا وأحبابي والجيران وسلافي والكان قطيب اجمع موتي جمع الرعيان ترحمهم والحي تنجيب تخلقك يا سر ومتان ما هو عالم منك عظيم وسع
خبر محمد دول محمد خاتم الانبياء والشكر لله ثبت الاسراع على البغراق خاطب رب وجهنا عنده يتلقى رؤون الانوار ويتبع رزويا يردو وجهه زين ولا وتبتار وعقى بالجيش لا وعدو وقالت له خالعي نرديت والشمس انحجبت من قدو قال لها اكون قريش تعجيزات ويرتدو والصيدح تحت المأمونة وبعرها لا نعرف وحدو عالي يبقى ما يفرح وعالي يوزنهم وحدو وزق لهم فما شرمية كل واحد وحش وحدو وهذا على وجه رسول الله تعطينا حب ورضا رائع مديح يا رائع جدا. قولي لي صرتي من مثلا لماذا اخترت هذا الاختصاص مديح النبوي؟ شنو اللي خلاك تختصي تقبل هذا النوع من الاختصاص في الهول المديح؟ فيه اللي ما خد شيء خير منه قاع صلى الله عليه وسلم حد. ومن ترى كانت تتغني الهول الاخر طبيعي والله اللي والله اللي نغنيه يقر الليله بعد زين عندي اللي انا مدح رسول رائع. وكلماتك بس محيلة تختاريهم من يكتب لك الكلمات والله تنتقيهم انت ومن ترى كانك تغني بالفصحى والله تغني لا باللهجه المحليه والله باللهجه المغربيه بالفصحى وتغني باللهجه الحسانيه وبال والله نغني هنا القرب نغني ذاك ما شاء الله غير زين عندي متحرص لله عليه الصلاة والسلام. من ترى كانك قط الشاركت في مهرجانات خارجية خارج المغرب وتشارك في مهرجانات خارجية دولية والله ما شاء الله فتبارك الله مثلت دولتي في مهرجانات في الدول العربية وفي الدول المالية الغربية والله وتقبلوا النوع من الفن بالنسبة للدول اللي شاركت بمهرجانات لزيان عندهم هذا النوع من النمط والله اللي زين عندهم والله من درك أنا قد تغنيت مع حد من الفنانين الموريتانيين قربي منك الميكروفون واسيلو بها ياك يسمعوك الناس بعد مشاكل الصوت سهرات والله في دولتي مثلا والله هون والله في بليده مدري كان قطش معك دولتي والله اغنيه مشتركه معهم تغني معاهم تماما في ديارهم والله في دار اهلي يا وجونا فنانين قد جاونا فنانين كبار وغنيت معاهم غنينا كبار غير اللي في دار اهلي بعد ما قطش شركتي هم حفله عامه لا غير غنيت لا مع فنانين دوليين من هم غنيت مع فنان أمريكي اسمه كوري هارس غنيته بالإنجليزية ولا تغنيته بالحسن؟ غنى هو بلغته وأنا مولي مدحت النبي وهو مولي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذا طيب جدا ومسلم زين رائع جدا كان هو يغني بالإنجليزية وتغنيته بالحسانية الميكروفون أنت يتكلم يطب لعنك تمعدلتي فاكوين اللي ما ينصاب عنه ما تدري في مالي اسمك حد هذا رائع جدا وكيف كان التنسيق بينكم شماس والله اللي زين اللي هو راجل مسلم وزين عنده الاسلام والله وزين عنده متحصل عليه الصلاه والسلام اذا جاي جدا نصبت المديح اخرى الساوي ما بعد المزار عند البق شلي سمعنا الله انت الليله همك تغني لا الحساني والله همك تغني لنا الشعر عربي فصيح والله احنا نمدح لكم عليه الصلاة والسلام لا غير بي لا بالحسانية لا يتم المدح عليه أفضل الصلاة والسلام إذا نسمع مديحية ثانية بارك الله فيك Thank you.
تأثرت بهم وغنيتهم. هذا الميكروفون لا بد من يتملاص بالصيفة. أنت تطرحي بالصيفة ما يسمع بحد. ديريه بالصيفة ما يندر بالصيفة. كان فم فنانين موريتانيين تحضر لهم من أغاني من مديحية تأثرت بهم وعيت أنت واحدة تغنيهم مثلا. ما الفنانين كاملين زينين عندي حسوستهم. كان فم أغنية معينة موريتانية. زين عندي حياة برور. إيه. ما شاء الله. وثان عندي مولي مدح حياة ياسين ولنان. الله مرحمه الله. الله. هوا عيت وعندك مديحيات تعرف شو مديحيات ولا؟ ما نظلم. ما تعرف واحد مديحيات من ذي. برور نعرف له. شوفي هذا لا بد من تمر. حالاتي العليا سبحان الله ما أنا كيفتكم أنتم. لا أنتم بعد اللي أترق والترقي وتعود أشبه منا أنتم بعد. لا غير بعد قاعد لا كردت ميكروفون وتوتني طابع لي بيه اللي ياك عود ياك عود كلامك مسموع ما دام الناس قاعد يقولوا عن القناة بصفة عامة يشكون من كلامها عنه ما مسموع غير بعد إني تمي تدري له ليتهم يقولوا عنه ما مسموع حد صحيح. إذا قلت عنك الفنان الموريتاني ما تذكر مديحية حد منهم ما الله يواجه ما
وشنو نظرة جمهورك لك من درا انت كفنانة بماتيا كيف ينظر لك في دولتك من ناحية الجمهور؟ جمهوري ما شاء الله في المغرب يبقيني ما شاء الله زين عنده. وعيتي تعدل حفلات في المغرب؟ والله ما قد تعدلت حفلات. والله ما شاء الله اللي يخلقوا الحفلات زينين عدتين رائعين. ومن درا كان قد تلقيت مع وسائل إعلام مغربية بماتيا؟ والله تبارك الله عدتي مقابلات مع دوزيم وفي قناة العيون وفي القناة الأولى المغربية والله. وكنت قدمت في مقاني المديحية نفس الشيء؟ والله قدمتهم قاع في عراس الملوك والله ما هو إلا في يعني مدحتي في ماتية دحت بقى عدتي بند بند الشهي بند لا المدح لا نقولوا نحن بند دولي انتم المدح بند كيه تراث طبول. لا لا المدح بند لا مدح لا ولا عاد عدل مناسباتهم شنو ولا على مناسباتك بنده ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم انتم ما شاء الله عندكم فنانين ياسرين يقنوا بنده زينه ما شاء الله شفت عاد مترقاك لا بنده وبند زين ما شاء الله انتم وقت عاد بنده لا كله بنت لا بنده ترى بنده لا كله إذن خرزين ذا كامل حتى موريتاني ما شاء الله بلدتهم زينة حتى ما شاء الله وتطرب وهي اللي تبغي الناس ما شاء الله احنا نبغوا الفنانين الموريتانيين يا مرة. إذن نسمع أغنية سابقة لأن الوقت يبدو أنه عاد متأخر نفس المقام الوقت عاد متأخر الشباب نحن تأخرنا شوي مرايا ما سمعت حتى غني واقفة لا تبغى عني لا اللي مونك عندك تتمل غني واقفة قاعدة لا اللي مونك عندك تتسال راحتك تلا بدأ من التهنية يكتب بوك كاميرا بيدا واحد حاني مقروب شوف كان مقروب يتخطيب تحماسي تختار تقعد وهي قاعدة عن توقف هاي ما تحط بها واقفة ما تقول تقوى واقفة اي وارتي ارجعي قالك عن قبر اي بسم الله بسم الله إلهي نبدأ سكي للحب ومات بسم الله إلهي نبدأ للي حب وما يتعافى 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 للي حب دحت محمد الوحدة ينسكي ونفنى وانا له شرفة فنى وانا له شرفة ونفنى وانا له شرفة نفنى وانا له شرفة فنى وانا له شرفة ونفنى وانا له شرفة منين خلق ليلة الاثنين منين خلق ليلة الاثنين عم النور على التراب عم النور على التراب جات وحالي ما يا سعدين جات وحالي ما يا سعدين ومدت بزولت بسمات مدت بزولت بسمات شاور أمك الله لليقين
الرقص ولله وفات جاوبك الله للي أقيد الرقص ولله وفات جاوز زادوا حيدين أخرين هذا ما جد عليهم فات هذا ما جد عليهم فات للسيف وفيد السكين سكي خلاهم كائرة مدات لهم كائرة مدات والرجال الكاف المتين عاقم متنو قم عاقم متنو عاقم متنو بعد اللي مات عاقم متنو بعد اللي مات بجال الكافر المتين وبجال الكافر 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 المتين عاقم متنو بعد اللي مات وعاقم متنو بعد اللي مات وعاقم متنو بعد اللي مات عدمتنا بعد اللي أنايات وأنا يا رب الوالدين عند العرش نصيب التكيات أنا يا الله والمسلمين مسلمين المسلمين وأنا يا الله والمسلمين مسلمين والمسلمات هذا لو جاء رسول الله أعطينا حب وريضة أعطينا حب وريضة يغنينا عما سوى هذا رجاء رسول الله هذا رجاء رسول الله ويعطينا حب وريضة يغنينا عما سوى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يبدو الوقت عاد وافي، كلمة أخيرة تختار توجيه جمهورك. للأسف الشديد تأخرنا في بداية كلمة أخيرة تختار توجيه جمهورك الكريم، والميكروفون لابد من يرقب إياك يسمعك الجمهور الكريم. الميكروفون يرقب إياك يسمعك جمهورك اللي يخرص صفاكاتي، تبغي توجيه له كلمة، تبغي تقول له شيء. مع ان بعد كتب لي واحد من جمهورك قال له ابو هشام قال عنك اطربتيهم، انا ما شاء الله صوتك جميل وعنك اطربتيهم. بارك الله فيك. اتمنى الجمهور ان شاء الله لا يتم ان شاء الله خير وصحه وعافيه، خير وصحه وعافيه، ويتم يبغي الفنانين ويتم يدعمهم بتشجيع لاي فنان قاعد مهيلانه والله لهذا نتمنى. شكرا جزيلا. إذا قبل أن ننهي حلقة مع الفنانة أشكر جزيل الشكر للأخوة الكرام، وأشكر الفنانة الأستاذة خديجة، وشكر موصول للأستاذ الجيش اللي كان على العزف. للأسف الشديد كي قلت لكم تأخرنا نتيجة الإعدادات ونتيجة ذروايده، وشكر موصول لقناة الشنقيط. البعض يستفسر يقول لي مساحة الحرية، أنا راه لمولانا عن الحرية عنها مثلا رقاج هو اللي يجيبها لراسه. نزار يقول أنا حريتي فإن سرقوها تسقط الأرض كلها والسماء ما احترفت النفاق يوما وشعري ما اشتراه الملوك والأمراء كل حرف كتبته كان سيفا عربيا يشع منه الضياء وقليل من الكلام نقي وكثير من الكلام بغاء كمعاني مما كتبت عذابا ويعاني في شرقنا الشرفاء وجع الحرف رائع أو تشكو للبساتين وردة حمراء كل من قاتلوا بحرف شجاع ثم ماتوا فإنهم شهداء خاصة خلال المرحلة لا تعاقب يا ربي من رجموني واعف عنهم لأنهم جهلاء إن حبي للأرض حب بصير وهواهم عواطف عمياء إن أكن قد كويت لحم في بلادي فمن الكي قد يجيء شفاء. تفضل يا عزيزي، عرفت الميكروفون وقربيها منك ياك يسمعوك الناس اللي تشكريهم. والله حتى أنا
نبغي نشكر قناة شنقيط لأنها قناة متألقة. بارك الله فيك. والله ونشكر المذيعين ونشكر أهل كاميرا كاميرات ونشكر الناس اللي وراء كواليس. نشكر مديرها ومدير مالي إنتاجها ونشكر مديرها هي مدير شنقيط السيد أحمد. ونشكرك انت بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. اذا في نهايه الحلقه اشكر انا مولي بدوري المصورين اللي رافقوني خلال هذه الحلقه اللي هي والحلقه القادمه من البرنامج. لكم تحياتي ان شاء الله وتحيات المصورين اللي رافقونا الليله بعد ما البروجكتراتهم تهتموا المره الجايه. لقد عميتموني عميه كبيره فصرت لا افاصل بين الليل والنهار. أنا قلت لكم اقتراح عنكم تعدلوا برنامج أفهم شنقيط تمقتوا وديروا حاجز ونعود ماتا وراعوا في الناس. أنا ويا سيارة تعود تركز الله على حد يعود إلى تمنيني الشاب عداك زين فينا. إحنا هذا اللي ما نزين يقبال يارتنتم وما يارتنتم ما يوقع حفار منه. إذن شكرا جزيلا.